حاجه، بعد شويه هيرد عليكي. برضه لما يكون مشغول بيرد عليا، في حاجه انا مش مطمنه لها. طب يمكن يمكن ايه يا ماما؟ يمكن لما فكر مش قادر يسامحك. يمكن، بس مش رحيم. رحيم لما بيقول حاجه بيكون قاصدها. في حاجه تانيه، ما تنسيش ان اللي ماتت دي تبقى اخته، وانا خايفه عليك يا داليا. رحيم في يوم من الايام ممكن ما يقدرش فعلا يسامحك. تفتكري؟ انا من رايي بقى ما تكلميهوش خالص، واستني لما هو يرجع يكلمك تاني، ساعتها هتعرفي اذا كان باقي عليكي ولا لا. الحمد لله جدك احسن بكتير. هي فرح مشيت على طول ليه؟ ما بقتش تطيق تقعد في مكان فيه رحيم. رحيم رحيم رحيم، كل المشاكل اللي احنا فيها بسبب رحيم. انت بتحبي سيد صح؟ بتحبيه؟ عارفه ايه المشكله اللي ما بينك وما بينه؟ رحيم. المشكله اللي ما بيني وما بين ان اخد طرب ابويا وامي رحيم، والمشكله اللي ما بيني وما بين البنت اللي بحبها رحيم. رحيم ملوش ذنب في كل ده. امال مين اللي اعتدى على ريم؟ ها؟ ردي. احنا مش عارفين يا زياد. لو دفعتي عنه تاني هتقلي في نظري انت كمان، فاهمه؟ انا اقل في نظرك؟ انا يا زياد؟ انا اسف، سامحيني، انا مش مظبوط خالص اليومين دول. انا عمري ما زعل منك ابدا. انت ما تعرفش انت ايه بالنسبه لي. رحب، انا حاسس ان انا بتغير، حاسس ان انا بقى بني ادم تاني. انا بقيت اكره كل الناس اللي قريبين مني. انا لازم امشي، لازم ابعد عن هنا. انا هسافر يا رحاب، هسافر قبل ما ببقى بني ادم تاني انت ما تحبيش تشوفيه. يا رحيم، انا عاوز اشوفك حالا دلوقتي. طب افهم يا حاج اللي حصل. طيب ايوه، بس انا مش فاضي. خلاص جاي جاي، مع السلامه. في ايه؟ شكلها كده مصيبه جديده. رحيم، هو انت هتقف قدام ابوك؟ حتى انت يا هشام، ده انا قلت انت الوحيد اللي هتفهمني. افهم ايه؟ افهم انك عايز تسامح واحده كانت سبب في موت اختنا؟ حط نفسك مكانها. كنت عايزها تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ وانا مالي احط نفسي ليه مكانها؟ انا كل اللي خصني في الموضوع ده ان دي كانت السبب في موت اختنا. ايوه، بس ما كانتش عارفه ان كل ده هيحصل. رحيم، هو انت كنت ناوي تتجوزها؟ ايه كنت دي؟ طب يا رحيم، انا هقول لك كلمتين من اخوك، اسمعهم وفكر فيهم. انسى حبك لداليا، انسى داليا نفسها. لو اللي عمل كده واحده غريبه، ده كان هيبقى تصرفك؟ ايوه، بس هي ملهاش ذنب. طب سيبك من دي، يعني انت عايز تجيبها بيتنا ونبقى احنا قاعدين مع مرات اخونا اللي كانت سبب في موت اختنا، موت اختنا، حتى لو ملهاش ذنب؟ تفتكر ازاي هنتعامل مع بعض؟ اديك سكت، يعني ابوك كان عنده حق. فكر في الكلام يا رحيم. البوليس عارف ازاي مكان البضاعة؟ ما
هو ده السؤال اللي انا جاي اساله لك يا رحيم. انا انت قصدك ايه حاجه بالظبط؟ اصل مش معقول يعني انا او رجالتي هنسلم البضاعه للحكومه. واكيد مش انا، انت عارفه رحيم السوفي كويس. ما انا عشان عارفاك كويس جاي اسالك، مش عايزه اعمل اي تصرف الا ما اتاكد منك. اكيد حد من رجالتك هو اللي عملها. لا يا حاجه، البضاعه اول ما بتوصل المخازن رجالتي ما لهمش دعوه بيها. يعني ايه؟ يعني شغلي وعملته، التأمين بقى مش بتاعي. الغلط من عند رجالتك اللي كان أولى بيهم يراقبوا المخازن بدل ما يراقبوني. ماشي يا رحيم، بس أنا لو عرفت إنك أنت ليك يد في الموضوع ده تأكد إني مش هسكت. لو سكتي هتقلي في نظري، انت عندي حاجة كبيرة قوي. طيب يا ريم، طالما هتذاكري انا موافق ان انت تباتي عند صاحبتك. اخرجي يا حبيبتي وتفسحي، اتبسطي. انا عايزك تبقي كويسه ريم، خلي بالك من نفسك، انا بحبك. طب يا حبيبتي مع السلامه. مش هينفع كده يا استاذ. اوعى. حضرتك رايح فين؟ وسع من وشي. سيبونا. ده اللي جابك؟ اطلع بره، اطلع بره. عيب يا حلمي، احنا اللي بينا مش قليل، خلينا نقعد ونتكلم. وانا مش عايز اسمع منك اي حاجه. لا هتسمع، بحق العيش والملح والعشره اللي بينا لازم تسمع. العشره، العشره اللي انت صنتها كويس. انت حقك الوحيد عندي يا رحيم انك تطلع بره. مش نفضل اصحاب، يا ريت ما نبقاش اعداء. لا رحيم، احنا لا هنبقى اصحاب ولا اعداء. عارف ليه؟ لاني مش هسيبك عايش. المرة الجاية لو شفتك هقتلك يا رحيم، وحياة بنتي لقتلك يا رحيم. اطلع برا، برا. خسارة يا صاحبي، برا. ازيك يا حاج؟ طمني، عامل ايه النهارده؟ انا كويس، متشغلش بالك بيا. انا بس عاوز اروح مشوار مهم النهارده. تروح فين يا حاج؟ انت لسه تعبان. انا قلت النهارده يبقى النهارده. عاوز اروح المخزن بتاع الطريق الصحراوي، بس قبل ما اروح لازم يبقى هناك حامد ابو داليا. ابو داليا؟ ليه؟ لما تقابلني بيه هناك هتشوف. حاضر يا حاج. عزة اخت رحيم، انا كنت السبب في الموضوع. انا مش مصدقه سمر تعمل حاجه زي كده. وهي تعمل كده ليه؟ هتستفيد ايه؟ يمكن علشان داليا. داليا ايه؟ كملي، قولي اي حاجه تساعدنا نفهم اللي بيحصل ده. انا قصدي يعني عشان داليا، يمكن سمر شايفه كده ان حياه داليا هتبقى احسن لما تبعد عنها. ولو انه كلام مش منطقي، بس حتى لو هي مقتنعه بيه مستحيل تعمله، لان الكلام ده يضر سمعتها. لا لا، الست دي في اكيد حد دفع لها عشان تتجسس على داليا.
انت من امتى وانت بتعملي عندها جلسات؟ ما اعرفش، بس انا لازم اسمع منها. طب انت فاكره انها هتعترف لك كده على طول؟ مش مهم، ما اعرفش، بس انا لازم اروح لها. انا هقوم اغير هدوم. انا هاجي معاكي. خليك انت، انا هروح معاها. في ايه يا داليا؟ انا مش فاهمه حاجه. انا فاهمك يا دكتوره، التسجيل اللي على الفلاشه دي خرج من عندك. تسجيل ايه؟ في ايه يا داليا؟ ما تتكلمي. ده التسجيل بتاعي لما كنت عندك. في حد وصله لبيت رحيم، واكيد مفيش حد يعرف يخرجه من هنا غيرك. مين اللي خلاكي تعملي كده؟ لو ما قلتيش مين انا مش هستنى علشان اقفل لك العياده دي بالقانون. انت عارفه كويس قوي لو الفلاشه دي راحت النقابه ايه اللي ممكن يحصل. داليا انت موافقه على الكلام اللي بيقوله؟ انت شايفه ان انا ممكن اعمل فيكي كده اصلا؟ والله انا ما بقتش شايفه غير حاجه واحده بس، اللي بقيت بتصدم في الناس يوم ورا التاني. كنت فاكراكي صاحبتي. وانا كمان كنت فاكراكي صاحبتي قبل ما تفكري تشكي فيها بالطريقه دي. ملوش لازمه الكلام ده دلوقتي. انا عايز اعرف التسجيل ده خرج من هنا ازاي. العيادة اتسرقت من يومين وده المحضر. طب وكاميرات المراقبة؟ الجهاز اتسرق بكل الداتا اللي عليه. والله؟ طب مفيش حاجة تانية اتسرقت هي كمان؟ لا، ما هو انت مش فاتح لي محضر عشان تتكلم معايا بالطريقة دي. انت متخيلة اني ممكن اصدق الفيلم الهندي ده؟ حد دخل العيادة عشان يسرق التسجيل ده تحديدا؟ التسجيل اللي محدش يعرف اللي عليه غيرك انتي؟ طب انا خلصت كلامي، ولو ما مشيتش من هنا حالا هطلب لك البوليس. ماشي يا دكتوره، بس انا بقى لسه ما خلصتش. يلا دالي. صبر، انا تعبت من الخساره، تعبت. داليا انا اكتر واحده فاهماكي والله العظيم، انا حاسه باللي انتي فيه، بس اسمعيني بس، والله العظيم انا مستحيل اذيكي، صدقيني يا داليا. داليا صدقيني والله العظيم مستحيل اذيكي، صدقيني. انا ما بقتش قادره اصدق حاجه خالص.